أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية اتباع نهج الشفافية واطلاع المواطنين على آليات الرقابة والصرف والمنظومة المتبعة في المنح والقروض ودورها في تمويل المشاريع. وتحدث خلال زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى الوزارة اليوم الاثنين حول المساعدات والمنح المقدمة للمملكة، وأيضا أوجه صرفها على المشاريع ذات الأولوية الوطنية وآلية التدقيق والرقابة عليها. للمزيد حول هذا الموضوع معنا وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني بداية، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل ما جرى في هذا الاجتماع؟ يعطيك العافية ومساء الخير جميعا. الحقيقة يعني اليوم شرفنا دولة رئيس الوزراء في زيارة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للاطلاع على يعني سير الامور، وخاصه في وقت زي ما انت عارفه يعني يعاني العالم من شح في السيوله وانكماش في الاقتصاد، وبالتالي دور وزاره التخطيط والتعاون الدولي في تامين المساحه الماليه المطلوبه في موازنه الحكومه لهذا العام عن طريق القروض الميسره والمنح من الدول الشقيقة والصديقة. وطلع دولة الرئيس على جهود وزارة التخطيط في هذا المجال. وأيضا نعم. يعني إذا تحدثنا دكتور وسام عن يعني تفاصيل، إن كانت من ناحية الآلية، آلية الشفافية، نعم. يعني ما هي المعلومة التي يجب أن تصل إلى المواطن، وما هي الآلية التي ستصل إليها في ظل الظروف والمتغيرات أيضا الموجودة الآن؟ نعم ستي، يعني وجهنا دولة الرئيس اليوم ب يعني توضيح صورة القروض الميسرة والمنح من ناحية التعاقد مع الجهات المانحة، من ناحية طريقة الصرف على سبيل المثال كيف تتم عملية الصرف، ومن ناحية الرقابة وخضوع هذه المنح والقروض الميسرة إلى الدورة المستندية الحكومية كاملة، والتي تتضمن الرقابة المالية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة، وتدرج أيضا في موازنة ضمن الإيرادات العامة. يعني هل هناك مشاريع واضحة بالنسبة لوزارة التخطيط وسيتم يعني توزيع الأموال والمنح عليها حسب الأولويات؟ هل هناك أولويات واضحة إلى الآن؟ طبعا بلا شك، يعني احنا تعاقدنا مع الجهات المانحه والمؤسسات المقرضه العالميه تخضع لاولوياتنا الوطنيه، فبالتالي احنا اليوم على سبيل المثال قضيه المياه والصرف الصحي، قضيه المدارس والتعليم، وطبعا الصحه والمستشفيات، وقضيه الحمايه الاجتماعيه هي من اولى اولوياتنا اليوم في ظل هذه الجائحه. فبالتالي احنا نوجه المنح والقروض والمساعدات الى هذه الاولويات. نعم، يعني دكتور وسام اخيرا، اذا ما تحدثنا عن حجم المنح والمساعدات، يعني نحن نعرف ان هناك تغيرات ان كان يعني عالميا واقتصاديا، هل ستبقى حجم المنح والقروض على ما هي عليه او حسب المخطط له؟ نعم طبعا بلا شك، الوضع اليوم أصعب مما سبق بسبب جائحة الكورونا، وبسبب أن كثير من دول العالم كلها تواجه هذه الجائحة واقتصادياتها تعاني من الانكماش وشح في السيولة، ولكن يعني احنا علاقاتنا مع المجتمع الدولي هي علاقات جيدة وعلاقات طويلة الأمد، وبالتالي نعتقد بأنه السنة على الأقل أن تكون المنح مثل السنة الماضية، وخلال هذه الفترة فترة الجائحة حصلنا على مساعدات طارئة كانت بسبب الجائحة من ضمنها لوزارة الصحة وللحماية الاجتماعية، فبالتالي نتوقع ونأمل أنه نحصل على نفس التمويل التي حصلت عليه المملكة في العام 2019. نعم، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، شكرا جزيلا لك.